انا اسمي ابراهيم. واحد من بيزنس طالب كليه اعلام. جينا هنا وكل حاجه باظت وكليك واحده بس اشتغلت. هو اللاب بتاعي يعني بيحصل فيه حاجات كتير كل شويه كنت بنزله ويندوز بس انا شفته ده حل هو الفكره هي عبقريه جدا وهتنقذ ناس كتير جدا من الداتا اللي بتاعتهم بتضيع فظيع جنب الاخر بصراحه جاست انك انت يبقى عندك داتا تستحق انك انت تحافظ عليها وش الموضوع ده انت مهتم جدا هينقذ ياما طلبه ياما ناس مثلا شغالين فريلانسنج وطبعا شركات وش فعاش جدا على الفكره وبالتوفيق ان شاء الله.